أوصي الشباب الجزائري أن يلتفوا حول مشايخهم الموجودين مثل الشيخ عبد الغني والشيخ عز الدين رمضاني والشيخ أزهر والشيخ عبد المجيد وغيرهم. أوصي هؤلاء المشايخ أن يصبروا على أبنائهم وإخوانهم وألا يضيقوا بشيء من حماسهم، فإن الشاب قد يكون عندهم شيء من الحماس فيصبر عليهم ويحلم عنهم ويوجههم بالتي هي أحسن. وأوصي الشباب بالأدب لهؤلاء الإخوة والاحترام لهم وتقديرهم، وإن حصل الخطأ من الكبار أو من الصغار فالنصيحة مطلوبة ولكنها بالحكمة والموعظة الحسنة. أسأل الله أن يؤلف بينهم وأن يجنبهم الفتن والظروف الحالية التي تحف الدعوة السلفية تقتضي منهم التماسك والصبر والحلم والوقوف صفا واحدا في نشر هذه الدعوة ورد الهجمات المتربصين بها بالعلم والحجة والبرهان.